ما هو الإسلام؟ Unin pagtahon al Islam. لأنه قد يسألك الشاعر يقول لك هل أنت مسلم؟ Mga suwi ng buhok biya mag-aasuwi ano. Pangasuwi niya, uno ka, Muslim ka? تقول نعم أنا مسلم. Pangang jawab mo lang mo, oh, ay naku Muslim. ما هو الإسلام؟ Pangasuwi, unin pagtahon Islam. الإسلام هو أن تسلم تفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. Amo ini in Islam mo na imagpatikupo ka. Iban i-surrender mo na. In uno-uno na pa tu bahagyan sin tawhid. والمسلم لابد أن يطيع الله ولا يعصي. In Muslim suway siya kumahagat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban di siya maginang ma'asir pa Allah. يعني جاء وقت الصلاة وتقول له صلي لابد أن يصلي. ما يمكن أن يقول لا أصلي لأنه مسلم. Bina sin di matungin waktu sambahayang pagus iya malumu sambahayang kau di siya manjari umiyan di ako sumambahayang may tapasalanin siya Muslim. والمسلم لابد يتميز عن اليهود وعن النصارى وعن الكفار. Iban yung Muslim so ay siya tuhila din ang mga Yahud din ang mga Bisaya iban si mga kufar. نعم الدين الإسلامي ثلاث درجات الدين ثلاث مراتب ثلاث درجات. In agama Islam two درجات. نعم الدرجة الأولى المرتبة الأولى الإسلام. إن بنغناان درجات أمونين إسلام. وأعلى من الإسلام الإيمان. بوسا تاسن لون تاسين إسلام أمونين إيمان. نعم وأعلى من الإيمان الإحسان. إبن سين تاسن سين إيمان إني أمونين إحسان. المرتبة الأولى الإسلام أركان الإسلام خمسة. إن بنغناان درجات نيا أمونين إسلام إن شيني أونسيا لما ركون. نعم. والإيمان أركان ستة. إبن الإيمان أنسيا أنوم ركن. والإحسان ركن واحد والله أعلم. إبن إن إحسان دواء ركنية.